الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح اليوم الجمعة 22 آب. بالقاموس النقابي خسارة جولة شيء، أما ربح المعركة فشيء آخر. جولة بحديقة الصنايع بعد أشهر على افتتاحها، وأيضا فيلم آخر الصيف مع مريم الحاج وحملة من كل بد أحمل كبد. أما ضيفنا لليوم فهو أنطوان عطوي، رئيس لجنة تكريم رواد الشرق، لنحكي أكثر عن تكريم المكتبة الوطنية ببعقلين. بداية مثل العادة مع مصلحة الأرصاد الجوية، ومعنا اليوم على الخط الأستاذ محمد غازي. صباح الخير. صباح النور. أهلا. كيفك؟ يا هلا، أهلين. تفضل، يعني اليوم كيف رح يكمل طقسنا لليوم؟ باقي الطقس صيفي وحار نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط. لليوم الجمعة قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة. نعم. السبت قليل الغيوم مع ارتفاع كمان بدرجات الحرارة خاصة على المناطق الجبلية. الأحد الطقس صافي إجمالا، كمان في ارتفاع بالحرارة على المرتفعات. يعني ثلاث أيام فيهم ارتفاع شي بسيط الحرارة. قد رح توصل الحرارة؟ يعني على ساحل من 22 ل 33 بتطلع لشي درجة بهاليومين. نعم. فوق جبال من 18 ل 27، بالأرز من 15 ل 26، وبالداخل من 17 ل 36 درجة. نعم. بالداخل بتوصل ل 39 خلال اليومين، وفوق جبال بتوصل ل 32. يعني على جبال والداخل بتبين أكثر الحرارة مرتفعة. يعني رح ترتفع شوي، ما رح يكون في ارتفاع ملحوظ بالحرارة. أيوة مظبوط. نعم. على كل حال بكره بنرجع بناخذ تفاصيل اكثر عن طقس الويك اند. بنتشكر اتصالك لليوم. جوال بونجور. صباح الخير، كيفك؟ منيحه. صباح الخير كمان للمشاهدين. رجع العدوان الاسرائيلي على غزه يظهر بعناوين الصحف، وبالاضافه الى جوله على العناوين العربيه والعالميه بجولتنا اليوميه على عناوين الصحف. اليوم الجمعة إذن 22 آب 2014 في النهار، عون لتعديل دستوري دون غطاء الحلفاء، بر للنهار، لماذا التمديد والانتخاب متاح، سلام ووفد مصغر إلى نيويورك لحضور دورة الأمم المتحدة نحو فتح عقود جديدة في المحافظات في ملف النفايات الصلبة. وبصورة رئيسية بعناوين النهار اليوم، ناشطان عم بيوقفوا عند قاعدة تمثال شهداء بوسط بيروت بذكرى مجزرة الغوطة اللي مرق عليها سنة، وقد وضع قناع على وجه تمثال مثل ما عم بتلاحظوا بالصورة. بعناوين أخرى وضمن أسرار الآلهة، تساءل وزير سابق لماذا وافق حزب الله على تشكيل حكومة وصفها بحكومة التسوية ولا يوافق على انتخاب رئيس تسوية. لفت مراقبين نشاط الرئيس السابق العماد ميشيل سليمان ما يدل على أن في نيته ترأس تيار يكون إعلان بعبدة برنامجه. الخلافات التي أخذت تظهر إلى العلن داخل تيار سياسي مرشحة لأن تزداد بعد الانتخابات الرئاسية. رغم الكلام عن التمديد، إلا أن الخلاف بين متنافسين داخل الكتل بدأ يظهر إلى العلن. زاد عدد طلبات قروض الإسكان بنسبة 67% في النصف الأول من عام 2014، مما يعني إقبالا متزايدا على سوق العقار. وبختم النهار مع قلم مروان سكندر ومقال بعنوان شروخ مقلقة في نظام التجارة العالمي وبشائر تحولات في النظام النقدي الدولي. بعناوين صحيفة السفير، السفير تطالب بلجنة تحقيق عسكرية في قضية عرسال، أخطاء في الحماية والتنسيق والصفقة والمعبر المفتوح، فمن المسؤول؟ وعنوان الصورة اللي نشرتها صحيفة السفير اليوم في وداع سميح القاسم، إذا شيع الآلاف امبارح جثمان الشاعر سميح القاسم ببلدة الرامي بالجليل الأعلى. في عناوين أخرى، إسرائيل تتخوف من رد المقاومة، غزة تتوعد بالثأر لقادتها وتوسع نطاق صواريخها، الضربات تتصاعد في العراق والأيزيديون ينضمون إلى القتال، واشنطن يجب ضرب داعش في سوريا، تكتل التغيير اقتراح قانون لانتخاب الرئيس من الشعب، مطران الموصل للسفير لن أعود إلى أبرشيتي، بدير وأديب مخترعان لبنانيان، وزير البيئة يتحرك لحماية الدالية، وختاما بصحيفة السفير مطار الطبقة الجيش يفشل الهجوم الثاني. بعناوين صحيفة المستقبل، القسام تتوعد إسرائيل بعد اغتيال ثلاثة من قادتها، عباس ومشعل يبحثان وضع غزة ومتابعة ملفات المصالحة، الأسد يواصل جرائمه والعالم يتفرج، عام على مجزرة الكيماوي.
المشنوق ينفي للمستقبل أي وساطة إقليمية بملف العسكريين وينوه بقرار إعفاء النازحين المخالفين، مفاوضات شائكة مع المسلحين وصلبة مع سكلين. 15 قتيلا لحزب الله في جلود القلمون. لا تقاطع دولي إقليمي راهنا حول لبنان. أحزاب النظام محاولة بائسة لإحياء معاهدة التنسيق البائدة. الأمن الذاتي مبالغة إعلامية في خدمة حزب الله. واشنطن تربط هزيمة التنظيم بمهاجمته في سوريا. إيران تطلب ثمنا نوويا لمحاربة داعش. بنك أوف أمريكا يسدد غرامة ب 16.65 مليار دولار. وختاما في المستقبل، داود أوغلو رئيسا للحزب الحاكم والحكومة. ومن المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار، حملة من 14 أذار على اقتراح كتلة عون انتخاب الرئيس من الشعب. هيئة التنسيق تنظيم الصفوف لخطة تحرك. مجلس الوزراء خريطة طريق لإدارة النفايات الصلبة. وبقلم المحلل السياسي، جمهورية الأسئلة لا تملك الأجوبة. حماس ترد على استشهاد 3 من قادتها بقصف مطار بن غوريون. غارات أمريكية على محيط سد الموصل والأكراد يعلنون السيطرة عليه. تجدد المعارك في طرابلس وبنغازي. وختاما بصحيفة الأنوار وبقلم رفيق خوري، ضعف القوة الإسرائيلية وقوة الوحدة الفلسطينية. من الأنوار إلى عناوين صحيفة الحياة، عشرات آلاف الحوثيين يطوقون صنعاء، قلق وتوتر وانتظار لنتائج مبادرة الفرصة الأخيرة. الإمارات تقر قانونا متشددا لمكافحة الإرهاب. مقتل رئيس أركان الدفاع الجوي والنمر لقيادة منطقة حماة. تنسيق أمريكي إيراني لمواجهة داعش. عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان الإسرائيلي. وختاما في الحياة، داود أوغلو يخلف قائده أردوغان. نتابع جولتنا مع عناوين صحيفة اللواء. الحكومة تعفي النازحين من الغرامات، خطوة لتنظيم وجودهم والمعارضة ترحب. المشنوق للواء عباس غير مكلف بالأسرى العسكريين، وخريطة طريق لمعالجة النفايات الصلبة. تل أبيب تحتفل باغتيال القادة الميدانيين وحماس ستندمون. المقاومة تمطر بن غوريون وتل أبيب ومجمع أشكول بالصواريخ، وعباس يلتقي أمير قطر ومشعل. البنتاغون هزيمة الدولة الإسلامية بحل الأزمة السورية. طهران المشاركة بمحاربة داعش مقابل النووي. داود أوغلو رئيسا للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية. وختاما في اللواء، المعارضة تقتل 15 جنديا بهجوم قرب حماة. أنباء متضاربة حول معارك مطار الطبقة. ومن تابع جولتنا مع عناوين صحيفة البلد، اقتراح عون إلى الواجهة وتحول في قضية العسكريين اليوم. كرة الطاولة تستبق خريطة طريق للتشريع. الرابية تلجأ إلى الشعب رسميا بطرح نظيف دستوريا. شارل أزنافور هل طعن بالشرق ومسيحييه؟ غارات أمريكية جديدة والعبادي للمسيحيين لا تغادر. وأيضا في البلد، الجيش السوري يتصدى لمسلحي الأرياف. وبختم مع صورة رئيسية وعنوانها وجه جديد للعدوان. بالصحف الأجنبية وبترجمة لعناوين الديلي ستار، الضربات الإسرائيلية تقتل 3 من كبار قادة حماس. الهدف هو الانتقام، بينما 27 شخصا على الأقل استشهدوا في قطاع غزة. بري لم يفت الأوان بعد لانتخاب رئيس وأجراء الانتخابات. المسؤولون يتسلحون بالصمت حول محادثات تحرير عناصر قوى الأمن الداخلي وأسرى الجيش. ومن ديلي ستار إلى لوريان لوجور وعناوين اليوم، إسرائيل تسعى للقضاء على الجناح المسلح في حماس. موجة غضب أبو فعور ضد الفساد. بعد مرور عام، الضربة الكيميائية على الغوطة تبقى من دون عقاب. في البداوي، آخر صناع نفخ الزجاج. وختاما في أمريكا، شفاء شخصين من الإيبولا في مستشفى في جورجيا. بعناوين صحيفة الشرق، هيئة العلماء تتجه لتعليق وساطتها. تيار المستقبل، العسكريون الرهائن أولوية حتى تحريرهم. وبقلم عون الكعك ضمن رأي الشرق، لكم صحراؤكم ولنا جبالنا. بغداد ممتعضة من تسليح البشمركة. طبيب وقع 200 معاملة استشفاء بيضاء. وبختم مع صورة رئيسية، حماس تتوعد بالثأر للقادة 3. ومن الشرق إلى الشرق الأوسط، اجتماع خليجي ثلاثي حاسم في جدة الأحد حول قطر. مصدران دبلوماسيان يتحدثان للشرق الأوسط عن توحيد الموقف النهائي بشأن تنفيذ الدوحة اتفاق الرياض. الظواهري عليه 25 مليون دولار والملا عمر 10 ملايين. 26 إرهابيا في قائمة الFBI، بينهم 3 من حزب الله السعودي.
نتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الأخبار. غزة الاستنزاف متبادل، مفاوضات وإطلاق العسكريين تصل إلى حائط مسدود والخاطفون يطردون المفاوضين، النصرة تلوح بالخيار الدموي. بصحيفة الجمهورية المحطة الأخيرة ضمن جولتنا على العناوين السياسية، عون يفتح باب التعديل الدستوري. 32 عاما على انتخاب بشير الجميل رئيسا، البغدادي لأوباما، المواجهة أو الانسحاب. وختاما، مشروع ينابيع البحر 30 يوما ويبدأ استخراج المياه. هيك بنكون وصلنا لأول فاصل إعلاني بحلقتنا، من بعده منتابع أخبار الصباح. مواعيد سقفية كتير رح منكون على موعد معها يا حنة، عنوان الأمسية الموسيقية يلي رح تجمع أغاني فرنسية ولبنانية بصوت المغنية اللبنانية الفرنسية إليانا ياسمين والموسيقى الشرقية مع عازف العود عباس القعسماني والبيانو لوجدي بودياب ليشكلوا مزيج بين الثقافة العربية والشرقية. الموعد إذن بالمكتبة الوطنية ببعقلين يوم الاثنين المقبل الساعة 7 المساء. عم نشوف عزف للعباس القعسماني. سكرين مسابقة تصوير فوتوغرافية سنوية تم إطلاقها هالعام لثالث سنة على التوالي. اليوم الجمعة رح بيكون إعلان نتائج هالمسابقة يلي بتهدف للتعريف على معالم لبنان الطبيعية والجمالية واختيار أجمل صورة من بيئة لبنان. إذن موعد إعلان النتائج مساء اليوم الساعة 7 المساء برعاية وزير البيئة محمد المشنوق بمدينة علي حديقة جاردان دامور. برنامج كبير رح نكون على موعد معه ضمن مهرجانات اهمج لهالعام. الافتتاح كان امبارح مع الفنان عاصي الحلاني، لنكون اليوم ايضا على موعد مع الفنان راغب علامه ب 23 علي وحسين الديك، والحفل الختامي ب 24 مع الفنان وائل كفوري. كملوها إذا بدكم. ضمن الجولة اللي عم بتقوم فيها زخائر القديس يوحنا بولس الثاني بالمناطق اللبنانية، رح توصل بكرة هالزخائر إلى بلدة دهور شوير الساعة 7 الصباح. استقبال الزخائر بالساحة الساعة 10 القداس الإلهي، لتبقى الزخائر بكنيسة دير مارلياس شوية. إذن موعد مع أمسيتين أو مساء اليوم وبكرة، موعد مع أمسيتين للفنان غسان صليبة على خشبة مسرح كازينو لبنان. رح يقدم خلالها ريبرتوار أغاني قديمة وجديدة لإله، بغني غزل وطن وحب، تقريبا 20 أغنية من أعماله الأوركسترا بقيادة جورج مرعب.
تابع أيضا ومع كل محبي الطرب عبد الكريم الشعار يغني سيرة الحب على خشبة مسرح مترو المدينة يوم بكرة السبت مثل العادة برفقه زياد الأحمدية على العود، محمد نحاس على القانون، بهاء ضو إيقاع وزياد جعفر كمانجا. تبدأ الأمسية إذا بكرة ابتداء من الساعة 9:30. تابع أيضا وضمن مهرجانات صيف شكا 2014 موعد مساء بكرة السبت مع أمسية فنية مع الفنان كارلوس عزار ابتداء من الساعة 8:30 بخان السوقي بشكا. والقصة قصة وقت وبتعرفي قديش غلطاني، ولون الندم بعيونك بيسهر من يوم التاني. برعاية وزير الثقافة ريمو عليجي وبالتعاون مع بلدية بعقلين بتكرم لجنة تكريم رواد الشرق المكتبة الوطنية بعقلين مساء بكرة السبت الساعة 6 بقاعة المكتبة الوطنية بعقلين الشوف. تابع ايضا وضمن برنامج مهرجانات اهدينيات مساء اليوم موعد مع العرض يلي منشهده دايما بالميوزيك هول، رح ينتقل الى اهدن موسيقى عربية وغربية رح بتكون حاضرة مع 8 فنانين من لبنان والعالم. قبل ما ارجع انتقل عن جوال لنشوف حال الطرقات لليوم، بدي اذكر بموعد كل نهار جمعه على اذاعه الشرق بالمجازين السياسه لليوم مع يقظان التقي. ضيوفه لليوم هن الوزير السابق الدكتور محمد عبد الحميد بيضون، عضو قياده 14 ادار النائب السابق سمير فرنجيه، والكاتب السياسي الاستاذ حسام عتانه من صحيفه الحياه. جوال نرجع لعندك. رح نعمل جولتنا مثل العادة عبر الكاميرات ببعض المناطق اللبنانية لناخذ فكرة أكثر عن حركة السير، وبنبدأ من جسر سليم سليم، حركة طبيعية بدون توقف للسيارات، ما في عجقة. بننتقل إلى الزلقة، حركة ناشطة بس كمان ما في أي عوائق، السير سالك خفيف نوعا ما على رون بوان صيدا، ومن صيدا بنروح إلى جونية، حركة ناشطة وبطيئة باتجاه بيروت. على مثلث خلدي ناشطة بكل الاتجاهات، كمان ما في توقف للسيارات. الرقيب اول توني بشعلاني معنا من غرفة التحكم للمرور. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. انت كمان كيفك؟ ماشي الحال. تفضل. بالنسبة لوضع السير، عنا حركة صباحية ناشطة على المدخل الشمالي من جوني لكثيفة من النقاش جل الديب نهر الموت. نعم. بتكمل حركة السير ناشطة باتجاه الدورة الكارنتينا. المدخل الجبلي عم يشهد حركة مرور ناشطة باتجاه الجمهور الصياد دون أي توقف. نعم. المدخل الجنوبي لبيروت حركة سير ناشطة بهالأثناء من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وكذلك من خلدي باتجاه الأذاعي. نعم. محور الكفاءات الحدث سان تيريز عم يشهد بهالأثناء حركة سير طبيعية لناشطة دون أي توقف.
مستديرات رزق الله الصالومة المكلس بعد حركة المرور ناشطة دون توقف. الإشارات خاصة بولفار سن الفيل عم يشهد حركة طبيعية لناشطة دون أي توقف. نعم. ضمن العاصمة بيروت طبيعية لناشطة مثل ما تفضلت وحكيتي من المدينة الرياضية جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم. محور كورنيش المزرعة البربير المتحف العدلية بعد الحركة الطبيعية. جسر العدلية باتجاه الأشرفية بعده كمان طبيعي. شوارع الحمراء بعد الحركة الطبيعية دون أي توقف. نعم. بالنسبة للحوادث يعني للأسف جوال رغم كل التوعيات والحملات يلي عم نقوم فيها عم نلاحظ يوم عن يوم عم بيزيد عدد الضحايا وعم بيزيد عدد الجرحى. نعم. يعني خلال هال 24 ساعة الأخيرة المرأة حصيت الحوادث 10 نتج عنهم 3 قتلى و20 جريح. القتلى موزعين بين انزلاق سيارة نتج عنها قتيل وثلاث جرحى بمنطقة البترون، وفي حادث بين بيك أب ودراجة نارية بمنطقة البقاع نتج عنهم قتيلين. أما بالنسبة للجرحى ويلي زاد عددهم هو حادث انزلاق أوتوبيس الساعة 1:30 مساء الليلة أو صباح اليوم، صباح اليوم في محلة الكحالة باتجاه عريا البقاع نتج عنه للأسف 8 جرحى وكلهم بسبب السرعة. نعم صح. حتى الانزلاق. نعم صح. نعم. وبالنسبة للأشغال في عنا أعمال توسيع الطريق الممتد بين الكارنتينا وشار الحلو مستمرة، وهالشي أكيد حيخفف ضغط السير خاصة صباحا وحيخفف نسبة الحوادث. كذلك رح يعمل عجقة بس أنه رح تخف نسبة الحوادث. نعم صح. هلا بالوقت الحالي أكيد بده يعمل توقف للسير بسبب الأشغال، بس أكيد هالشي رح يعطي نتيجة يعني إذا بدنا نطلع على الناحية الإيجابية رح يعطي نتيجة. نعم. بحوادث السير. نعم صح. أكيد يعني من هلا أبين الفرق، بلش يبين الفرق عنا. نعم. كذلك على أوتوستراد الرئيس إيميل لحود باتجاه سوق السمك كمان عنا أعمال حفر وتوسيع الطريق. نرجع منذكر المواطنين الكرام للتواصل مع غرفة التحكم بالمرور الاتصال على 1720 أو عبر التواصل الاجتماعي TMC لبنان. نعم شكرا لك الرقيب أول توني بشعلين، يعطيك العافية. بنحكيكم بكرة لمزيد من تفاصيل حول حركة السير. بريك علينا جديد من بعده متابع أخبار سبعة، خليكم معنا. صباح الخير. بإطار التخلص من الجمهورية صراحة وباطنية بالمواقف، دعوة الهيئات الناخبة من جهة والتمديد آت من جهة ثانية، وبالمواقف الشعبوية رفع سقف التصاريح ومنسوب التحدي. أما في الكواليس الضيقة صفقات وتسويات وجوائز طردية، فولكلور سياسي والموال نفسه ما تغير. المسرح عم بينهار تحتنا والأطراف السياسية مصرة على استمرار توزيع الأدوار بمسرحية التعطيل. أما دولة الأستاذ فمصر أنه يمهل ولا يهمل. الإفادات المدرسية طبعت أو بطريقة إلى الطبع، والطلاب نجحوا بنسبة 100% وبتفوق غير مسبوق. منسوب الأدرينالين انخفض عند الوزير والمجلس والحكومة، والطلاب استعادوا ما تبقى من عطلة الصيفية. وحدة هيئة التنسيق كالصوت الصارخ في البرية، بالقاموس النقابة خسارة جولة شيء، أما ربح المعركة فشيء آخر والطريق طويلة. تقرير للزميل خالد أبو شقرة من تابعه سوا. لم يحبط قرار وزير التربية بإعطاء إفادات لجميع الطلاب عزيمة هيئة التنسيق النقابية، بل العكس زاد قوة وإصرار على استمرار المطالبة بحقوقها، فعادته نزلت على الساحة إيد بإيد لتأكد على موقفها وثبات تحركها المطلبي. فإعطاء الإفادات ليس نهاية المعركة لإقرار السلسلة، بل هي جولة من عشرات الجولات اللي خاضتها ورح تخوضها هيئة التنسيق النقابية. إن التصحيح كانت ورقة بس مش كل الأوراق، ناس عم بيقولوا فشلوا ما فشلنا. لا هلا صدمنا؟ لا ما بتصوروا صدمنا، لانه انا كنت متوقعه انه حيتاخذ قرار بالافادات، لانه اكثر من مره كانوا ملوحين بقصه الافادات وعم يهددونا او عم يهولوا علينا. يمكن بلحظه من اللحظات فكرنا انها تهويل، لكن بالحقيقه صارت لا، عمل ممارس على الارض ومشرعا ومقونا. نحن قدامنا طريق وطريق طويل، ونحن عارفين كنا مسبقا انه طريق النضال هو طريق طويل، ما بنقدر نحن ناخذ مطالبنا بسهوله. نحن بنعتبر انه لبنان اولا، الجيش اللبناني ونحن ثانيا،
نحن بدنا ناخذ حقوقنا، انه هذا البلد لنا، نحن بدنا نعيش فيه، نحن ما بنؤمن بالهجره. ماشيين بالاضراب مشان القرار السلسلي. اكيد انه بدنا نضل نطالب ومش رح نتراجع. جعبت هيئة التنسيق مليئة بالمواقف والخطوات التصعيدية، وعلى عكس كل الإشاعات والأقاويل فإنه الهيئة ما رح توقف بوجه الطلاب ولن تعطل العام الدراسي القادم، بل رح تتبع أجندة تحركات وإضرابات بشكل ما يتعارض مع مصالح الطلاب. نحن نعمل تربية، كيف نعطل انطلاق عام دراسي لمليون تلميذ؟ اطلاقا مثل ما حريصين على الشهاده الرسميه، نحن حريصين على اطلاق العام الدراسي وبدايته، ولكن الحفاظ على حقنا بالتعبير الديمقراطي وبالتحرك وبالاضراب، لكن ليس على حساب المدرسه الرسميه تحديدا. طبعا انا مش مقاطع مع مقاطعه العام الدراسي، لانه بالهواء بتطلع خطوه بالهواء. يمكن انا كسروا لي اصبعي على وزاره التربيه، بس الاصبع ماشي. نحن منضل الناضل، ما ممكن انهم يكسرونا، لانه ورانا الحق كاملا، حق كل الاساتذه، حق كل المعلمين، وحق كل الموظفين. هيئة التنسيق ورغم مواقفها التصعيدية ما زالت تاركة للصلح مكان، وبالتالي هي عم بتناشد المعنيين إقرار السلسلة لتعود وتباشر بتصحيح الامتحانات وإصدار النتائج بما يتوافق مع متطلبات العمل التربوي. في اليوم يعني سمعنا خبر بالرئيس نبيه بري بيقول إنه السلسلة قبل قوننة الإفادات. إذا كانت أقرت السلسلة قبل، ما عادش في زوم للإفادات، ساعتها بيرجعوا المعلمين بيصحوا وبيمشي الحال. احنا مع إقرار حقوق المعلمين والموظفين، وفور إقرار الحقوق نعود على التصحيح لو بتشرين. المشكلة مكونة من ثلاث عناصر: الأساتذة، مجلس النواب، والأهالي. الأساتذة قالوا اللي عندهم، مجلس النواب رد عليهم بالرفض، الأهالي يبلشوا يتحركوا. بختام التحرك تأكيد على إصرار هيئة التنسيق على إنقاذ الشهادة الرسمية وافتتاح العام الدراسي بشكل طبيعي بأوائل أيلول. تابعين معكم وللبنانيين أيضا حصة بالعراق. فبعد الأحداث الأخيرة يلي شهدتها العراق وتحديدا إربيل، كان التأثير واضح على الاستثمارات اللبنانية بالعراق وتحديدا بإربيل. رح نشوف تقرير بلخص التأثير يلي كان كتير واضح وجلي للاستثمارات اللبنانية بالعراق. نص المنزل لبنان عم يروحوا يشتغلوني وبأحلى معاشات. الصفدي فتح مطعم كبير ضخم بأربيل، والله ماشي الحال. كان جيد لحديت من شهر، وقتها صاروا تحت التهديد، يعني تحت تهديد داعش وماعش وما بعرف شو. المستثمرين هنيك موجودين، يعني بظن أنا كانوا إنه مرتاحين كتير، بس بعد ما صارت هالأوضاع بظن نص الاستثمارات حترد تخرج منها لبين ما ينحل الموضوع. الأمس القريب كان إقليم كردستان العراق الملاذ الآمن والملجأ الوحيد للمستثمرين اللبنانيين، فاحتلت الاستثمارات اللبنانية بين العامين 2006 و2014 المرتبة الثالثة، وبلغ عدد الشركات اللبنانية المستثمرة حوالي 100 شركة تعمل بمجال المصارف، السياحة، الخدمات، العقارات، المقاولات، التأمين، التعليم والاستشفاء. إلا أنه المشهد بدأ يتبدل مع تقدم تنظيم داعش وتهديده للأمن والاستقرار بالإقليم، فإلى أي مدى تأثرت الاستثمارات اللبنانية وشو هي أبرز التداعيات على المناخ الاستثماري بالقطاع؟ أولا، التصدير إلى إقليم كردستان من لبنان وإلى العراق ككل تأثر بسبب الوضع على الحدود الأردنية العراقية. ثانيا، الاستثمارات اللبنانية الجديدة أو التي تحضر للإقليم بجوز هيدي اليوم بوضع حذر، بوضع ترقب، لا نشوف مجريات التطورات كيف راح تصير. ثالثا،
في كلفة صار ارتفعت كلفة التأمين على المخاطر السياسية بذات الوقت. أكيد يعني الإشكاليات اللي عم تحصل عم بتأثر على الصادرات هيدي، يعني عم نشوفها في قطاعات عم تتأذى، في موضوع زيادة أكلاف حتى يعني بالطرق النقل، في زيادة أكلاف، في طرق توقفت، في كمان يمكن بسوق إربيل في كمان انكماش نظرا للي عم بيصير. رجال الأعمال اللبنانيين بيتمنوا أن تكون أحداث أربيل الأخيرة غيمة صيف ومرقت، فكل الأحداث والتطورات السياسية بتشير إلى إمكانية استعادة الإقليم نشاطه وحيويته عن قريب، وبالتالي فإنه لا نية لسحب الاستثمارات أو تقليصها، بل العكس، فإنه الإقليم ما زال المكان الأفضل لجهة الأمان. بعد ما شايف كارثة وبعد ما شايف أنه في مشكل كبير، يمكن أنا كان في عندي خوف من أسبوعين، بس اليوم هذا الخوف خف كتير من بعد ما صار في تعيين لرئيس حكومة معتدل، ومنعرف انه اجا بمبارك السعودية ايرانية. هلا في 1500 مستثمر، وهالمستثمرين يتراوح استثماراتهم بين 500,000 ل 100 مليون، وفي 17,000 لبناني عم بيشتغل باربيل. اليوم بعد ما في خوف، يعني ما في حدا ترك، ما في حدا سكر، ما في حدا. وبعدين انا حقول لك شغله، لو نزلت الأشغال 20-30%، لا عم يربح كم 100,000، صار عم يربح 70,000، بعده عم بيربح. بقى ما بدنا نحن نكبر المشكل. رغم اهتزاز الوضع الأمني، فإنه أربيل غير مهددة بالسقوط، وهي مرشحة لفورة جديدة من النمو والازدهار على يد مستثمرين مناضلين وعلى رأسهم اللبنانيين. صباح الخير، كيفك؟ كيفكن؟ حلو اليوم الاختيار. ما عم بسمع كتير منيح جوال. عم بقول حلو الغنية، حلو الموضوع يلي نقيتي. نعم هيك بيصير فيك يا مريم. لا بعيدة عني كتير جوال. تفضلي مريم. إذن رح أرجع معكن للعام 1980، فيلم جمع أجمل الأغاني اللبنانية يلي بعدنا منرددها لليوم، من دون ما نعرف أنه كل هالأغاني وكل هالمجموعة من المطربين اجتمعوا بفيلم واحد بعنوان آخر الصيف. قصة الفيلم كتير بسيطة، ما رح نتوقف كتير عندها لأنه العنصر الأساسي بهالفيلم الأغاني، وكل عناصر الفيلم الأخرى نوضعت لخدمة الأغاني. إذن ميزة هالفيلم بأنه قدم مجموعة من أهم الفنانين بعمل رومانسي خفيف مثل ملحم بركات، فاديا ورونزا، وسامي كلارك، والراحل حكمة وهبي.
قصة الفيلم هي عن الأب وحيد جلال يلي كان أمامه فقط يوم ليرجع يهاجر إلى بلاد المهجر، وكان مضطر يفترق من جديد عن ابنه يلي كان لازم يبقى ببيروت ليعيش بمدرسة داخلية بدون أمه وبيه، فبقرروا بأنه يستغلوا هاليوم الأخير مع بعض. هالقصة البسيطة تخللها مجموعة كبيرة من الأغاني لأشهر مطربي هيديك الفترة. نتوقف مع أغنية لوحيد لأغنية بعنوان وحدي أنا رح أبقى وحدي لملحم بركات. وحدي أنا رح أبقى وحدي، ساكن أنا ساكن لوحدي، ماشي أنا والسما على طول. وحدي أنا باقي لوحدي، ماشي أنا ماشي لوحدي، باقي هون ومهما العمر يطول. وحدي أنا رح أبقى وحدي، ساكن أنا ساكن لوحدي، ماشي أنا والسما على طول. وحدي أنا وحدي لوحدي، ماشي أنا ماشي لوحدي، باقي هون ومهما العمر يطول. سفرتك لا تنسيني، ومن محطة لمحطة تذكريني تذكريني، لا تومي لي وتحكي صغيري لا توديني. بصمة الأخوين رحباني واضحة جدا بهالفيلم من خلال تلحينهم لبعض أغاني الفيلم، والبعض الآخر من الأغاني تعاون على تلحينهم الياسر رحباني، مروان وغدي الرحباني. والفيلم من بطولة الفنان وحيد جلال، وليد حنا، أنطوان حجل. ضيوف الفيلم نجوم مثل رونزا، ملحم بركات، ميشكا، سامي كلارك، فاديا، خليل ثابت، يوسف شامل وحكمة وهبي. القصة والسيناريو والحوار لمروان وغدي الرحباني، الإخراج لمروان الرحباني. أما الحضور الأبرز فكان لشخصية أعطت الكثير بعالم الإعلام والتمثيل والغناء، الراحل حكمة وهبي. آه يا تمارا هي الأغنية الأشهر بهالفيلم، منشوفها سوا. مريم، يعني حكمة وهبة الشخصية المميزة يلي طبعت بالمشهد الإعلامي والفن بفترة من الفترات، مين هو حكمة وهبة ليلي ما بيعرفه من الجيل الجديد؟ نعم جوال، حكمة وهبي كان أهم وأحب صوت صدح كل صباح برأسير راديو مونتي كارلو ببرنامجه اليومي فنجان قهوة سكر زيادة. إذا 22 عام مضت على رحيله، وبعد حكمة وهبي يعتبر من أهم الأسماء بعالم الفن والإعلام والإذاعة. بدأ بمسرح الساعة 10 على خشبة كازينو لبنان لما قلد
فيروز صباح ونجيب حنكاش، من بعد انتقل لمونتي كارلو وهنا وبمونتي كارلو تميز بإدخال اللهجة العامية إلى الأسير وكان قريب من القلب بعيد عن التصنع، وكمان تألق كمذيع ومقدم برامج خاصة ببرنامج ملاعب الصغار على تلفزيون لبنان، ومثل كمان بأفلام وشارك بمسلسلات. ما احترف الغناء ولكنه غنى أغنيات ما زالت لليوم بذاكرتنا، مثل ما شفنا اقتحم حكمة وهبي كل هالمجالات وأبدع فيها كلها، وعم نحكي إذن عن شخصية جدا استثنائية. نعم. بالعودة إلى فيلم آخر الصيف، كيف فينا نصنفه مريم؟ يعني هل هو فيلم استعراضي غنائي أو موسيقي؟ هلا بتضمن كتير من الأغاني، بس تصنيفه كيف بيكون؟ نعم جوال، هو فيلم غنائي اصلا، ما فينا نحكي بالعالم العربي عن فيلم موسيقي او فيلم استعراضي، بس فينا نحكي عن فيلم غنائي، والفيلم الغنائي هو فيلم درامي بيتخلله بعض الاغاني يلي بتقطع تدفق الاحداث. تجربه الفيلم الاستعراضي عربيا ابدا ما كانت ناجحه بمصر تحديدا ومع لبنان كمان. بالمقابل الجمهور العربي أحب كتير الفيلم الغنائي، لدرجة أنه صار المشاهد بأغلب الأحيان يحضر الفيلم ليستمع للأغنية، مثل بفيلم آخر الصيف اللي شفناه هلأ يلي بس بيحضروا الناس لحتى يسمعوا أغاني. نعم مريم، الفقرة كتير حلوة كانت اليوم. نعم. بنرجع نشوفك نحن التنين، وأنا بشكركم، نشوفكم التنين إن شاء الله. رح نتوقف مع فاصل جديد، من بعدها بنرجع لمتابعة فقراتنا. منتابع حلقتنا وبصرنا نرحب بضيفنا لليوم الاستاذ انطوان عطوي، رئيس لجنه تكريم رواد الشرق. اهلا وسهلا فيك استاذ. اهلا فيكم. هاللجنه يلي صار لها 20 سنه بتكرم رواد، ان كان صحيح. غابوا عنا او بعدهم حاضرين والله يطول بعمرهم، ورح سمي البعض مثل ست صباح، سيمو اسمر، وديع الصافي وغيرهم. اليوم صحيح. في عندها تكريم مميز يلي هو لمكتبه بعقلين، هالمكتبه العريقه. صحيح. اول شيء خلينا نحكي عن المكتبه وتاريخها. طبعا باختصار اذا نحكي عن المكتبه يمكن بدنا حلقات لحتى نقدر نوفي حقها. المكتبة الوطنية تميزت عن باقي المكتبات الثقافية بدرجات كثيرة، وهالمكتبة هي المكان، إذا ما نحكي عن المكان هو كان سراي بيحتوي على محكمة وسجن، وفي فترة بقى فارغ، وبسنة 87 على يد الأستاذ وليد بيك جنبلاط تأسس المكتبة الوطنية، سموها المكتبة الوطنية. وفي عام طبعا دعامها كثير مع بعض الخيرين، وبسنه 96 تبنتها بقرار حكومه، تبنتها الدوله وصارت تابعه لوزاره الثقافه، ودخلوا الموصفينها الى الملك الدوله، وكمان بقي مساعي حتى اليوم معالي الوزير بيدعمها ووزاره الثقافه. طيب بالسنوات اللي قبل انتو بالسنه كذا تكريم بيكون فيه، صحيح صحيح. بس بالسنوات عم بتكرموا اجمالا شخصيات، هذا اول سنه بتكرموا يمكن مبنى لتاريخ او رمز يمكن. لا هلا هو مش كمبنى، نحن عم نكرم ما يحوي المبنى يعني من ثقافه وتاريخ، من تاريخ وهلا محتويات كمان. صح، وخاصه انه كان مكان سجن انه عم يتحول الى ثقافه، ونحن بحاجه لهالشيء خاصه بهالايام يعني. ويا ريت كل مسؤول، كل نائب، كل وزير بيتبنى بس مكتبه وحده مثل نص هالمكتبه، بألف خير بنصير بألف خير. بس أنا بدي أحب أذكر عن المكتبة أسمع، انتقل لغير موضوع، إنه المكتبة حتى ببعض أعمالها بعمل معين دخلت كتاب جينيس من خلال تبادل 1444 كتاب خلال 8 ساعات، يعني تصوري هالنقطة، بثمان ساعات قد عم تتعمل تبادل بالكتب، يعني قد ايه نشيطة هالمكتبة. وطبعا الفضل للإدارة فيها، وفضل الأستاذ غازي صعب يلي هو مديرها. عم نشوف بعض الصور. هي اللجنة؟ لا هيدي تكريم الآباء، هون اللجنة الأستاذ عادل مالك، هون تكريم بالجامعة اليسوعية، أعضاء اللجنة والإعلاميين مسيح سلام ووزير الدعوك كانت برعايته، بحديقة سن الفيل تكريم الأب، الاباء المكرمين، صار في سنتين يعني تكريم الصليب الاحمر على غيابه، يعني على تاسيسه 1150 سنه عالميا. الاستاذ وديع كان عم يشارك بحفله تكريم الصليب الاحمر، هي كانت بحديقه سن الفيل الحاج ثابت. نعم. مين بنقي المكرمين؟ على اي اساس بتختاروا؟ الفنانين الممثلين،
هلا في معيار اكيد، يعني مش قصه مين بده يختار. هلا ممكن حضرتك تختاري شخص وتقولي انه فيها شخص بيستاهل تكون. اللجنه بتطرح الاسامي، اللجنه بتطرح وناس بتطرح على اللجنه. يعني الناس بتطرح على اللجنه واللجنه مين يعني؟ ممكن اي مؤسسه اعلاميه او اشخاص او نقابات او شيء تقول انه فيها الفنان كبر بالعمر قدش. نحن مش نحن رح يطلع لنا حصه اخبار الصباح اكيد اكيد طبعا. انتوا اللي بيطلع لكم، يعني انتوا بيطلع لكم. وهالاساس بده يكون له تاريخ كمؤسسه او كشخص، يكون له تاريخ عريق عاطي ضحى بيستاهل التكريم. يعني مع احترام وتقديري لكل التكريمات اللي عم بتصير كان بلبنان، وما بديش اسمي حدا او شيء، يعني للاسف يعني بحس انه شوي مقصرين يمكن من هالناحيه. مش تقصير، يعني ما عم بتكون التكريمات بمحلها، يعني عم بتكون يعني ما بعرف، ما بديش نحكي يعني للقاء ثاني. انتوا عم بتعوضوا بكل الاحوال. اي متى رح بيصير التكريم وشو رح يتضمن؟ يعني لما نكرم شخص مثلا، هالشخص بيكون موجود اذا كان فنان بغني او حدا بغني له؟ طبعا لما نكرم مكتبة بعقلين مين بده يغني له؟ مين بيكرمها؟ كيف رح بيكون تكريم؟ صح، هلا هو هي التكريم اللي بنعمله هو هي محطة صغيرة، مثل ما عم تقول له شكرا، يعني مثل عملت انت عمل كبير بقول لك شكرا، هذا هو التكريم تبعنا يعني. هلا اكيد بيكون في كلمات من بعض اشخاص اختصاصيين للموضوع ذاته، يعني بيكون في عرض فيلم وثائقي طبعا رح يكون مختصر بيحكي عن هالمؤسسه او عن الشخص اذا كان عم بيتكرم. خلال هالبرنامج الكلمات واذا كان في شعر والفيلم الوثائقي بيصير في محطات فنيه بيشاركوا بعض الفنانين باغاني بعزف موسيقى لحتى يترطب الجو. هي دائما الاحتفالات بتكون بين الساعة والساعة ونصف. اي متى؟ هلا بالنسبة للتكريم هيك بكره غدا الساعة 6 تماما يعني، ونحن عم نحاول نعود جمهور اللجنة وجمهور الثقافة انه نلتزم بالوقت. هي مشكلتنا بلبنان انه دائما بنجي متأخرين على الاحتفالات. نعم. على اللبناني بقول. على اللبناني صحيح. هيدا السنة كان عندكم ثلاث محطات، يعني هلا تكريم بعقلين، المكتبة بعقلين، تكريم عيد الأم بمناسبة عيد الأم وعيد الأب. صحيح، نحن بأزار حزيران وهلأ تاني تكريم. تاني تكريم بإذن الله، بإذن الله. هذه أول مرة، أول يعني سكوب كلام بيطلع يعني هلا لكم يعني، وهيك بنكون عم نكرمكم. هو يصادف في أربع شباط الساعة 7 غياب 40 عام على كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سنحيي بقصر اليونسكو أربعة شباط الساعة 7 تمام الساعة 7 مساء، إحياء لذكراها. ما فينا نقول تكريم، هو إحياء لذكراها. فأكيد رح نعلن عنه بوسائل الإعلام فيما بعد، ورح تشارك مصر، لبنان، تونس، بعد في دولة رابعة عربية هلأ قائد الدراسة قائد الاتفاق أنتوا وياها. نعم أكيد. ومن بعد اكيد عيد الام بازار 18 اذار بقصر اليونسكو كمان، وب 21 حزيران بمسرح بلديه سن الفيل عيد تكريم الاب. اوكي نعم. شكرا لك استاذ انطوان عطوي، نحن بنحييك وبنحيي اللجنه لتكريم هالشخصيات اللي ما لازم تغيب عن بالنا. صحيح. ولازم تضل تستاهل يعني بالنهايه. اهلا وسهلا فيك، بدك تبقى معنا دقيقه في عندنا تقرير بدنا نقدمه. شكرا لك، اهلا فيك. اذا متابعين معكم، ومن كل بد احمل كبد، تحت هالعنوان اطلقت شركه روش لاب حملتها الطبيه برعايه وزاره الصحه من خلال مؤتمر شهده اوتيل هيلتون. من كل بد احمل كبد حمله تم اطلاقها بسبب ارتفاع نسبه الاصابات بسرطان الكبد بلبنان، وحملات توعيه اكيد ممكن انها تكون كفيله للحد من هالاصابات. تقرير منتابعه سوا. بهدف تسليط الضوء على مرض التهاب الكبد الفيروسي للمجتمع المحلي ونشر التوعية الكافية حول مخاطره والكشف المبكر عنه، من كل بد
احمي الكبد. انطلقت هالحملة برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع شركة روش لبنان كخطوة أساسية لتقليص عدد المصابين بعد إحصاءات قدرت انتشاره بنسبة 2%. في إبيديمية عم تصير بالبلد بالإباتيت سي خاصة مع المدمنين اللي بتشاركوا الإبر. المعدل الموجود بلبنان مثل معدل البلدان النامية وهذا الشيء مش مقبول. بسبب تلوث المياه وعدم غسيل الخضار بتعرفي بشح المياه بصير فيه وخاصة إذا نتيجة الازدحام هو بخطورة سرطان الثدي عند المرأة. دربنا كل المستشفيات المختبرات في المستشفيات غسل الكلى. بمؤتمر صحفي بأوتيل هيلتون اجتمع المعنيين لكسر جدار الصمت اللي بيلف هالمرض وبشكل عبء على وزارة الصحة، وخاصة انه هالمرض بمعظم الأحيان ما بتظهر أعراضه إلا بمرحلة متأخرة بيكون فيها الكبد تعرض للتلف النهائي. كل ولد عم يخلق عم بينعمل له خلال 24 ساعة طعم الإباتيت بي، وهيك بنقدر نحصل على مجتمع سليم. فمش مقبول أنه يكون في بعد هالحالات هيدي الكتيرة. نحن ما بنقدر نتحمل مبالغ كبيرة للعلاجات، لهالسبب ضرورة الوقاية والتوعية الصحية والنظافة الشخصية والمي والجودي. نتابع حلقتنا. آلاف العائلات المسيحية وجدت نفسها بلا وقوى بلبنان هربا من ظلم داعش ليبقى هالوطن ملاذ للمضطهدين والمهمشين. بين برج حمود وسد البوشرية أطفال ونساء افترشوا العراء من دون أي طعام بقلبهم حسرة وخوف على وجود عمره من عمر هالشرق. تقرير. لبسد أسود كرم ليس لبسد أسود من ورا ما عافت. قالت ليش تعوفوني؟ تعوفوني بوحدي. تعوفني سلمان ليش تعوفني؟ ليش تعوفني رغيد؟ ليش تعوفوني؟ يومين صوت الانفجارات من أيمين. هذا أبويا موجود حالة نفسية صارت به. إذا سووا تقرير طبي حالة نفسية. ابني متزوج وعنده بنية فهم راح ما قدر احكي. كل سنة نقول شوي راح يصير أحسن ترجع يصير أنجز. نحن مسيحيين ما عدنا عيشة بعد منك. كلهم مساكنين يعني بالشوارع بالحدايق بالكنائس ما عندهم لا أكل لا شرب لا حدا بيروح عليهم، لا في حكومة بتروح عليهم، لا في حدا بيوصلهم، لا حدا بيقولهم شو محتاجين شو ما محتاجين. ما حد بيقدر يوصفها يعني عيشة مرار جحيم. منطقتي برج حمود وسد البوشرية وجوه عراقية تختصر مأساة وطن وأرض وشعب ترك كل شيء وراه طمعا بالأمان. الواقع المرير يلي فرضته الممارسات الهمجية والظلم على المسيحيين العراقيين بالعراق لم يغب عن يومياتهم بلبنان. ماكو شغل والله، دافتر يعني إلى أن رجلي انكسرت ما شفت شغل، ما حد يقبل شغلنا عراقيين. يعني يفكر بكل شيء يسوي، منين يجيب، شلون يعيش، يخلص إيجاره شو يسوي، ينام بالشارع شلون، وين يروح. أنا أطفالي البارحة نزلت أشتري لهم بوصة ما قدر أشتري لهم بوصة، يقول لي بألف دينار هذه بعدها. زين يعني ثلاث بنات أمهم فرجعت مقهور على البيت. هسه احنا عندنا بنات ما نقدر يعني نعيشهم، ما نقدر نشتري لهم الشيء اللي يريدون، فلوس ما عندنا، شغل ما عنده، نشتري مواد غذائية يعني يا دوبك نشتري شوية مواد على مود ناكل، هاي مو عيشة يعني. محلنا أخذوا، بيتنا أخذوا، يعني كل شيء أخذوا من عندنا. يعني أبويا كان يعني قوي وما يبكي، قام يبكي.
صحيح يقول يعني المسيح بالخبز وحده ويحيي الإنسان، بس الحمد لله ماشي الحال الحمد لله. عايشين على الخبز؟ الخبز والماء شو نساوي يعني، صار لها شهر مهملة يعني بلا حليب بلا هيك شغلات، ومرضت وأثرت عليها. جينا إذا بتصدقي كنت حط بشكيرة على الأرض ونيم ابني عليها. بتصدقي ما فيني أجيب حليب لأولادي، ما يعني ما في إمكانية أجيب له حليب. قلبي عم يحترق عليه طبعا، طفل شو بيفهم، بده كل شيء، بس حسب ما إحنا فينا نوفر له كل شيء. جزمنا من بيوتنا من العراق واخذوا كل شيء مالتنا، ما ظل عندنا شيء. انت مريضه؟ واني مريضه يعني بخاف شي شهر يعني ما يتأمني الدواء، انه بابا بلا شغل ما عنده شغل وما عنده كثير مصاري، وهني كان عندي رفقات بالعراق يعني يطلع وياهم يوميه، بس يعني داعش ما اخذت شيء. جينا هون عندي رفقات بس يعني ما اطلع كثير وياهم. بمساعده ابونا جابوا لنا مواد غذائيه مثل خبز، جبن، مربى، من هالاشياء. لا طبعا لحم الواحد لازم يشتري وشويه غالي يعني مو من الضروره، قلنا نقضيها بهاي الاشياء احسن. ايه يعني قص الناس ما عندها 5000 بجيبها، يعني شلون عنده اطفال شلون يعيش، شلون يشتري حليب، شلون يشتري يعني الاطفال يحتاجون. الهروب الى لبنان لم يكن ليعزي قلوب العراقيين، فللاجئين أهالي وأقارب بقيوا بالعراق مفترشين الأرصفة والسيارات والخيم بظروف أقل ما يقال عنها مأساوية بانتظار قارب النجاة. أنا وأولادي أخذتهم عندي بالجوازات، بس ابني الكبير ما عنده جواز، تركتوني بالعراق للقلب علي. طبعا احنا منطقة أول ما اجوا قطعوا الماي علينا، خلونا بلا ماي، أولادي 5 بلا شغل، يريدون يروحون يشتغلون ما يقدرون. ابني الكبير شرطي راح خطيه هو وبنته 10 ساعات على الطريق كله تراب، بنته بلا أكل بلا شرب. نسمع بالداعش، احنا ما كنا نعرف هذا الاسم، نسمع به بس يعني رجفة تلزم البنات طول الليل ما ينامون. أجوا هددونا داعش بالمنطقة مالتنا وهددونا بالقتل وخطف هذول البنات، نعطيهم البنات حتى يعوفونا يعني يخلونا، بس فلوس الإيجار تطلع يعني الأكل ما مشكلة، أكل واحد بالخبز. حادث صارنا بالسيارة، توفوا بيا زوجي أولادي وضلنا أنا وثلاث أولاد، إحنا عم نهرب منهم إيه، وخايفين أولادي على طول يعني من ذاك الوضع. هسا هذا ابني صغير ما يروح على المدرسة لا يطلع، يخاف على طول مرتبك، ماما أكو داعش هوني، ماما أكو فلان، كلهم أبدي ماكو هوني داعش. إحنا طلعنا بعد منطقة داعش، قل لا ماما أخاف يعني. بارح العصر وصلت ولحد الآن أهلي ما أعرف كل شيء عني، كلهم يعرفون كل شيء عني لحد الآن قاعدوا. أما الثاني جيت ما عندي هم $100-$200 عندي بجيبي، يعني وين راح اروح عن طيب، لا ايجار لا شيء يعني. قعدت انا 5-6 نفرات قعدت وياهم، حتى لو بيرجع على بيوتهم هم شو ضل ببيوتهم، كلها نهبوها، اغراض اخذوها، مصاريهم اخذوها، جوازاتهم، محلات نهبوها، حرقوا البيوت، حرقوا الكنائس، هم ما خلوا شيء. بتنباع الحرمه بالسوق ب 300,000، هذا باي مدينه باي مدينه يقبلها البشر بينباع بالسوق؟ احنا بايما تاريخ بايما دين من ديانة ايما دولة تقبل هيك؟
حلقتنا لليوم ننتقل على استوديو كلام بيروت. صباح الخير رولا لك ولضيفك. صباح الخير لكم. صباح الخير استاذتي قبل مع ضيفي اليوم. صباح الخير. وقتنا هيك للتعريف على الحلقه كثير ضيق. ابرز العناوين، عون اليوم سيفتح باب التعديل الدستوري، كيف تنظر لهالامر القوى المسيحيه الاخرى، و32 عام على انتخاب رئيس بشير الجميل رئيسا للجمهوريه، لو كان اليوم شو كان ممكن يكون خطاب؟ وهيدا بايجاز ابرز المواضيع يلي رح نناقشها بالحلقه. نعم شكرا لك رولا، رح نتابعكم بعد شوي. ومنذكر مشاهدين البرنامج بتشوفوه مباشرة أرضيا وفضائيا، ولكل اللي بأمريكا فيكم تطلعوا على البرنامج من خلال الويب سايت اللي عم بيقطع بأسفل الشاشة. لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، بكرة حلقة جديدة على الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي باي.